بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قل أعوذ، أي أطلب الحراسة الكاملة المطلقة، أعون الله، مدد الله، بركات الله، نصر الله، حماية من الله. قل أعوذ برب الفلق، أنا لا أستعيذ بغيره. أول درجة هو الاستعاذة برب الفلق. مما الاستعاذة تكون؟ مما سنرى ذلك الشريط الآتي بفضل الرحمن.